بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أقدم شكري لدولة الكويت الحبيبة متوجة بأميرها صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك على استضافته لنا لهذا المؤتمر العظيم ضد معاناة أطفال فلسطين من انتهاكات الاحتلال الصهيوني. وأشكر رئيس البرلمان الكويتي على موقفه المشرف لطرده السفير الإسرائيلي، وقال له فإن لم تستحي فافعل ما شئت، فإن لك ذرة من الكرامة فاخرج من هنا يا قتلة الأطفال. حقا هم كذلك بل أكثر من ذلك. أبدأ كلامي بهذه الأبيات الشعرية: قد يؤلمني القيد وتأكل مني السنون، قد تصفع أمي وتكثر في الشجون، قد تحكموني سنة أو 99، ولكننا سنبقى فلسطينيون فلسطينيون، لن نهين ولن نستكين، فسنبقى نقاتل، وسأبقى أقول نحن شعب لا يهزم، فإما أن نكون أو لا نكون. فهذا عهدنا بكم يا سادتي، فأنتم سنام المجد، وأنتم شيوخ الدار، وأنتم وسام فخر على جبين كل عربي حر شريف يرفض الذل والظلم لإخوته العرب أينما كانوا. كما أتقدم بتحية فلسطينية لرئيس دولة فلسطين أبي محمود عباس حفظه الله والجمع الكريم. أعرفكم على نفسي: أنا الأسيرة المحررة نوران أحمد خليل البلبول من مدينة بيت لحم مهد المسيح عليه السلام، ابنة الشهيد القائد أحمد البلبول، وأخت الأسيرين المحررين محمد ومحمود البلبول، اللذان خاضا أطول إضراب عن الطعام 85 يوما يصارعون فيه الموت ليعزفوا على أوتار أمعائهم الخاوية لحن الحرية والنصر، لإيمانهم العميق بأنهم أصحاب حق ووطن مسلوب. طفلة فلسطينية أنا جئتكم أحمل في قلبي جرحي وحزني، فمنذ ولدت وأنا أسمع أصوات الرصاص في أذني، أرى عيونا باكية، فهذه بنت أسير، وهذه أخت مفقود، وهذه طفلة فلسطينية شوهتها قنبلة. منذ ولدت وأنا أرى الموت والعسكر يمشي في شوارعنا. اسمحوا لي أيها الجمع الكريم أن قبل عام أن أروي لكم لحظات اعتقالي وضربي وإهانتي من قبل المحتل، والتهمة إنني فلسطينية وابنة شهيد. اعتقلوني قبل عام في نيسان 2016،
وعمري 15 عاما. اعتقلوني عند المعبر المؤدي للقدس الشريف. كنت ذاهبة مع عمتي للصلاة يوم الجمعة، فحصل شجار بيني وبين مجندة إسرائيلية حاقدة. أرادت نزع ثيابي للتفتيش، فرفضت ذلك، وما رأيت نفسي إلا وأنا في زنازين التحقيق مع حشد كبير من المحققين يصرخون ويشتمون. لا أعرف ماذا يقولون، حقا لا أعرف ماذا يقولون، ولكني فهمت منهم بأنني إرهابية. 3 أيام من التحقيق المستمر دون راحة أو طعام. أتذكرهم وهم يعرضون علي فيديو اغتيال والدي. آه يا والدي، كم أشتاق لك ولضمات صدرك الحنونة وليداك التي كانت تطعمني قبل أن تأكل. أين أنت يا أبي؟ أين أنت يا أبي؟ يضحكون وقد شوهوا صورة وجهي الضحوك في ذاكرتي، وهو مبتسم يطعمني بيده الحنونة. يضحكون على بكائي ويتباهون بأنهم قساة قلوب وليسوا من البشر. لن أنسى أمي، لن أنسى أمي وهي تضرب من قبل جنود الاحتلال. لن أنسى ذلك السجن الذي رموني فيه. لن أنسى صيحات الأسيرات الصغار من ألهم رصاصات اخترقت جسدهن النحيل. كم أتذكرك يا مرح بكير وأنت تبكين، وأنت تبكين ألما 10 رصاصات بيدك. وأنت يا هدي عرينات، وأنت يا هدي عرينات يا ابنة 12 عاما، وأنت تبكين لأجل العودة لحضن أمك وتوصيني بأن أقبل تراب فلسطين. كم يؤلمني ويخيفني صراخ الجند يوقظني كل نصف ساعة. لن أنسى صورة أمي وهي تأكل وحدها في شهر رمضان الكريم، زوجها شهيد وأولادها جميعهم في السجن. أي غابة نحن نعيشها؟ أي دولة عدل تدعيها الكيان الصهيوني؟ حكموني 4 أشهر ظلما وبهتانا، أبعدوني عن مدرستي وطفولتي، وخلال الاعتقال حرموني من الزيارة، ولم تتمكن أمي من زيارتي إلا لمرة واحدة لنصفة ساعة فقط قبل الإفراج عني بيوم واحد. أعرف أنكم تحتقرونهم مثلي، ولكن صدقوني، أنا شخت قبل أن أكبر كباقي أطفال العالم. رسموا في ذاكرتي خوفا وألما وحزنا وصور أطفال أسرى يبكون لنيل حريتهم، محكومون سنوات طويلة. صدقوا ما أقوله، تلك هي إسرائيل، تلك هي إسرائيل تتباهى باعتقال أطفال قصر وزهرات قاصرات بتهم باطلة تدعيها دائما حفاظا على أمنها المزعوم وسلامتها. وكانت فرحتي عظيمة يا سادتي باستقبال الأهل والأحبة عندما تحررت وكأني ولدت من جديد في هذه الحياة. لكن فرحتي لم تكتمل لأن إخوتي ما زالوا في الأسر. أنا لا أعرف في السياسة شيئا، ولكني أتساءل لماذا ذبحوا طفولتي؟
لماذا حجبوا الشمس ونطروا العتم في عيني؟ ولكن رغم كل هذا سوف نبقى هنا، سوف يبقى يسري في شراييني حبك يا فلسطين، حبك يا فلسطين. رسالتي لكم يا كل الشرفاء، يا كل الشرفاء في كل العالم، حلمي بسيط، هو أن أعيش أنا وشعبي بأمن وسلام، وأنا أحلم بغد مشرق وبدولة فلسطينية تعلو في سماء قدسها رايات النصر والحرية. فأنا محملة بكثير من الرسائل من زهرات فلسطينيات قابعات خلف القضبان، فحلمهم بسيط، هو الحرية الحرية الحرية. وأخيرا أختم كلامي بما قاله الرئيس الرمز الياسر الكاسر أبا عمار رحمه الله: ليس فينا وليس منا وليس بيننا من يفرط بذرة من تراب فلسطين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.